السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة، وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي. واليوم إن شاء الله راح نتحدث عن السنس ديفايسز، اللي هي الأجهزة اللي ترتبط بالشعور، زين، أو الحسية. يعني الديفايسز هي شنو؟ هي أصلا هي شنو السنس ديفايسز؟ قبل لا نعرف شنو هي أصلا، لازم نعرف أن البويتري ديفايسز، الأغراض الشعرية، لأن كلهم يسمونها البويتيك ديفايسز، أو يعني بويتري ديفايسز أو البويتيك ديفايسز، أو مرات يسمونها الفيجر أوف سبيتش، الفيجرز أوف سبيتش، لأن كلهم نسميها نحن الأغراض الشعرية. وهذه الأغراض الشعرية تقسم إلى ثلاثة: الستركتشرال ديفايسز، والسنس ديفايسز، والساوند ديفايسز. بهاي المحاضرة احنا راح نتحدث فقط عن السنس ديفايسز، اللي هو فقط السنس ديفايسز، اللي هي الحالة الأولى، السنس ديفايسز. من هي السنس ديفايسز؟ اللي هي السيميلي، التشابه، الميتافور، التعبير المجازي، البيرسونيفيكيشن، واللي هو التجسيد معناه. وراح نعرف شلون تجي الأسئلة بالامتحان بنهاية الفيديو. زين، طبعا خايف يجيك التعريف السنس ديفايسز، تقول له تحدده، تقول له they are simile, metaphor, personification, simile and metaphor are very، يعني هذا هو تعريف مالتهم، لا اكثر ولا اقل. بس خايف يعني، انا شفت بأحد الجامعات قايل لك شنو structural devices، يعني حدد لي شنو المقصود structural devices، يعني او يعني فممكن يجيب يعني هيك شيء اذا استاذك اللي بالجامعه منطقيه. اما اذا استاذك اللي بالجامعه ما متحدث على هذا الموضوع فخلاص لا تقرا. زين، اول حاله هو السيميلي. شنو المقصود بالسيميلي؟ A comparison of two unlike things using the words like or as. اذا هي مقارنه ما بين شيئين اثنين. A comparison يعني مقارنه. Of two unlike things، لشيئين غير متشابهين. Using the words، استخدام الكلمات like or as. ومثال عليها: Life is like a box of chocolate. Girl is as a beautiful as. إذن من القلايك أو as إخوان بالقصيدة، نقول على هذا سيميلي، تعريف مهم جدا، ممكن يجيك بالامتحان. عرف السيميلي وانطي علي مثال. ميتافور، مقارنة ما بين شيئين غير متشابهين بدون استخدام لكلمات like و as. يعني بدون ما نستخدم like و as يكون عندنا أكو، يكون عندنا أكو مقارنة مثلا. يعني هذا الشيء مجازي، الاستعارة أو المجازي. My mother is an angel، يعني أمي ملاك. هذا الفندق هو مثل القمر، يعني هو هذا الشيء تجي تشبيه بعيد يعني، بس مثل يعني تقريبي. يعني الأمي ملاك، يعني هي الأم مقابلي أم صدق ملاك، هي مو ملاك، المعنى، المعنى أنه هي مثل الملاك المنزل، يعني يعني شلون يعني تعظيما لشأن الأم. فهذا هو ميتافور، استعارة، يعني هذا هو الميتافور المقصود به الاستعارة. وكذلك عندنا البيرسونيفيكيشن، اللي هو التجسيد. شنو يعني تجسيد؟ تجسيد تجسيد معناها هو إعطاء، it's giving صفة كائن بشري أو صفة بشرية to an animal أو object. يعني أن أنت تنطي صفة بشري إلى، أجلكم الله، حيوان أو إلى جماد. هذه هي الفكرة. مثال عليها: The flower danced on the lawn، يعني الأزهار ترقص. ليش الأزهار ترقص؟ هذا الشيء مو صحيح. الإنسان ممكن يرقص لكن الأزهار لا ترقص. The sea told me this story، البحر أخبرني هذا الشيء. البحر يحكي يعني. فهذا الشيء احنا نسميه تجسيد. هذا الشغله نسميها احنا تجسيد، يعني هو تشخيص، personification، يعني تشخيص نسميه. وراح ناخذه بالقصائد وراح نشوف شنو المقصود بعد، وننطي عليه امثله اكثر واكثر. طبعا هذا هو المقصود ب بهذه الاغراض الشعريه الثلاثه. طبعا طريقه الامتحان اكثر من طريقه ممكن تجي بالامتحان. يعني ممكن يجيك السؤال: What are the figure of speech? Explain five of them. يعني ما هي الأغراض الشعرية؟ وما هي البويتيك ديفايسز؟ تحدث عن ثلاثة أو تحدث عن خمسة أو تحدث عن أربعة. ضروري جدا تعطي مثال. ممكن يجيك السؤال: ما المقصود بالبيرسونيفيكيشن؟ Give an example. شنو المقصود بالتشخيص؟ انطيني مثال. زين؟
طبعا ممكن يقول لك شو اظهر البويتيك ديفايسز المعينه او فايند اوت او برينج اوت، كل هذه معناها ايدنتيفاي بوينت اوت، كل ذني معناها طلع لي الاغراض الشعريه او بين لي الاغراض الشعريه. هذا هو المقصود بهذه الفكره. طبعا اكو نمط اخر يجي بالامتحان، انه ممكن بالامتحان ينطيك اغراض شعريه وينطيك امثله عليه، هنا يريدك تربط الامثله بالاغراض الشعريه، او مرات بس ينطيك امثله ويريدك انت تطلع الغرض الشعري وتنطي تعريف عليه. يعني مثلا على سبيل المثال انطاك مثلا هذه الجمله heavy as a rock، قال لك شنو الغرض الشعري الموجود هنا؟ طلع لي او عارف، راح تقول له يابا ترى موجود السيملي وتعريف السيملي كذا كذا كذا. خلاص هذه هي فكرة الأسئلة. ولا تنسى أن التعريف ممكن يجيك، ولا أي سؤال أو استفسار تقدر تكتبه بالتعليقات، احنا حاضرين نجاوبكم.